حتى بنا فوق الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سيدي. أحسنت. ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمن من لجأ إلى حصنكم. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيم. هذه دارهم تهيج شجوني، هذه دارهم تهيج شجوني. كيف حبس الدموع بين الجفون؟ جودي 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 بالدمع فوق خدي جودي. هذه دار صحبنا يا عيوني، بعد والبعاد أمر مريب. بالأخص إذا لطفلة للحسين عليه السلام، هذه الليلة ليلتها، ليلة عليلة الحسين بنت الحسين فاطمة. اسمع الأبيات وتمعن بيها مولانا. جودي جودي بالدمع فوق خدي جودي، هذه دار صحبنا يا عيوني، بعد والبعاد أمر مريب. وبما لا أطيقه حملوني، واصلوني دهرا وما كنت أدري. بعد وصل ورحمة يهجرون. إلك أنت أقرأ. يوني انهيئ
أنفسنا للنعي إن شاء الله. إحنا ننعى على الحسين، نواس الزهراء سلام الله عليها. وصلوني دهرا وما كنت أدري بعد وصل ورحمة يهجروني ودعوني وأودع السهم قلبي، ليتني ما بقيت مذ ودعوني أيها اللائمون كف، ولكن بمصاب ابن فاطم إن ذكروا ما شاء الله يا تلك ذكرى تريب المنون تركت زينب أن تنادي وحسينا وحسينا تركت زينب تنادي وحسن يا ابن أمي ووالدي روعوني أنا زينب شان الشرف من شاني زمان أشكال رواني أنا زينب شان الشرف من شاني وروان الزمان أشكال رواني أنا زينب كانت تحلف بجاه الناس خويا طاوعت الزمان وهبطت الراس راسك عالي يا زينب ها عقب خوي تحسين والعباس انا الزجر وشمر يا ناس ورياني انا زينب يحجون عني سليت المصايب ما سلني مصايب حسين لدوغ نني خويا نزلين على عيون وعمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. صلوا على محمد وآل محمد. البحث في الليلة الماضية تطرقنا إلى إبراهيم عليه السلام، فد مقدمة مختصرة كلش على السريع تذكيرا لليلة الماضية اللي ما كان حاضر يتذكر إن شاء الله ويعرف البحث من البداية. تكلمنا في الليلة الماضية حول النبي إبراهيم عليه السلام، وقلنا على أن هذا النبي هو ثاني أكثر نبي ذكر اسمه في القرآن الكريم، وذكرنا فيما سبق الشاطرين الشباب كم مرة مذكور اسمه في القرآن ذكرنا؟ ما شاء الله عليكم، الله يبارك فيكم إن شاء الله.
69 مرة في 25 سورة في القرآن، والله سبحانه وتعالى أعطاه مقامات، أعطاه مقام العبودية الباقي عليك، ثم مقام النبوة، ثم مقام الرسالة، ثم مقام الخلة، اتخذ الله إبراهيم خليلا، ثم مقام إني جاعلك للناس إماما. الله بلى هذا النبي العظيم بكم بلاء ذكرنا؟ 30 بلاء. هذا النبي العظيم ولد وعاش في منطقة بين دجلة والفرات اسمها شنو؟ باب العافية. والمهجر ماله يعني محل الهجرة مالته من بابل بعد الحرق، لما رادوا يحرقونه طلع هو وزوجته، زين خرج إلى منطقة ياهي مولانا إلى فلسطين. وفي كبره صار عنده أولاد هناك إسماعيل وإسحاق. زين نرجع إلى بابل. في بابل مولانا صار عنده حوارات، حوار صار مناظرات عنده، مجموعة مناظرات مع مجموعة من الناس، هذا مختصر قاعد أذكرها لك. المناظرة الأولى مناظرة مع أبيه اللي هو ياهو آزر، وقلنا هذا الأب مو أبوه، هذا مو والده، هذا أب بمنزلة العم، وانطينا الأدلة من القرآن ليش الأب بمنزلة العم والجد بمنزلة الأب كذلك، وهالمجرة هذه ذكرناها بشكل كامل، وذكرنا المناظرة بشكل كامل بين آزر وبين إبراهيم عليه السلام. المناظرة الثانية التي وقعت لإبراهيم في بابل في شبابه، زين كانت المناظرة مع عبدة الأجرام السماوية اللي يعبدون ثلاث، يعبدون كوكبا اسمه الزهرة، ثم الفرقة الثانية هم الذين يعبدون القمر، ثم الفرقة الثالثة الذي يعبدون الشمس. وذكرنا المناظرة والحوار بشكل مفصل من القرآن، وأعطينا حتى الأمور الاجتماعية المختصة به. هاي اثنين. الحوار الثالث اللي وقع بين إبراهيم عليه السلام وبين ملك بابل اللي هو معروف بمن؟ بنمرود. هذا نمرود طبعا يختلفون باسمه، البعض يقولون مو نمرود، لكن الأصح أنه نمرود هو المشهور طبعا نمرود. وذكرنا أن الحوار صار من خلال سؤالين، الإحياء والإماتة ومجيء الشمس، الله يأتي بالشمس من المشرق إلى المغرب، قال له أنت فأتي بها من المغرب إلى المشرق، فبهيت بعد ما قدر يجاوب. زين هاي المناظرات الثلاثة. المناظرة الرابعة والمهمة جدا اللي صارت سبب لحرق إبراهيم عليه السلام هي هاي المناظرة الرابعة، خليناها بالأخير لأن متصلة ببحثنا بالآيات وأدعية النبي إبراهيم عليه السلام، وأدعية النبي إبراهيم تختص بمحمد وآل محمد. شنو المناظرة الرابعة؟ المناظرة الرابعة كما ذكرنا مناظرة بينه وبين عبدة الأصنام. هذا آزر أبوه شنو كان شغله؟ كان ينحت أصنام وأوثان، هذا شغله كان، واضح مولاي؟ فالمناظرة الثالثة مع عبدة الأصنام. شنو المناظرة صارت؟ اسمع، وراح نأخذ الدروس وننتهي الدروس من الآيات الكريمة ونربطها شي بشي إن شاء الله تعالى. هذا المناظرة الرابعة والأخيرة، وصل إلى عبدة الأصنام، يعبدون الأصنام والأوثان، أصنام عندهم من خشب وأصنام عندهم من حجر، جماعة يعبدونها، أصنام كثيرة في معابد، في بعض البيوت عندهم أصنام صغيرة يخلون بالبيت صنم صغير يعبدوه يعكفوا عليه أو لا، زين، وعندهم أصنام بالمعبد الكبير من صغير إلى كبير، أنواع صغار وكبار، اللي عنده لحية واللي ما عنده لحية معلقينه يجون موقفينهم يجون هم يعبدون يروحون، واضح مولانا؟ من يأتون إلى الآلهة إلى الأصنام يذبحون الذبائح ويضعون الفواكه ويضعون أنواع الطعام واللحوم والدجاج، أنواع كل شيء يخلون، أنواع الأطعمة تصير وين؟ يم رجل الأصنام، على أساس هذا الصنم إذا جاع شنو؟ يأكل. هسه الآية تشير لهذا المعنى، زين؟ سبحان الله، ترى هي أكو بعض الناس إذا يوصل الأمر للعقيدة العقل يتوقف، صدقوني إخواني، أكو بعض الناس عاقل بس إذا وصل قضيته إلى العقيدة فكرة يوقف. أنا ذاك اليوم راوه تقرير في إحدى القنوات الإخبارية مولانا، طبيب هندي معروف حاذق، هذا الطبيب كان سوون عليه في التقرير مولانا، شنو دينه هذا؟ هذا دينه يعبد البقر، يعبد الهوش، هو طبيب دكتور وما مخلي ديره بالدينه ما ماشي بيها، يعبد الهوش. عندهم يوم معين
ينامون على الظهور، يخلون الرؤوس، يخلون الأيادي على الرؤوس، ينام على بطنه ويخلي إيده على رأسه، ويفتحون يخلون البقر وهو بعد هايشة وحيوان ويركض جلك الله بعد، وما يخلي واحد قدامه، كل من قدامه يسحقه. هذا اللي يسحق البقرة هاي تقضى له حاجة، عنده حاجة مغضية زين، وهذا عمله مقبول، وهاي لوش يسحق ويتعدى. هو من جملة اللي ينامون مولانا حدر حوافر البقر، وضع مولانا هذا مستحق ويتعدى. فهذا المذيع قال له أنت تعبد البقر وأنت دكتور، أنا سمعت بذاني وشفت بعيني. قال له خلاص أنت عن العقيدة لا تسألني، سألني عن مهنتي بس، عن العقيدة عن عقيدتي لا أسألني، خلاص تكتر زين. يعني عنده عقيدة وخلاص، صحيحة مو صحيحة قال لك ما عليك، تسألني عن مهنتي خلاص ما عليك. فالبعض يشوف يخلي طعام عند الأصنام، يصير الصبح مولانا يلقاه معفن ماكو شيء، ما يأكل هذا بعد صنم زين. دخل عليهم من إبراهيم عليه السلام. اسمع، بين الناس آزر واقف، أبوه آزر واقف، وقوم آزر وقوم إبراهيم هم واقفين كلهم. فخاطبهم بصوت عالي، هذن الأصنام مقدسة عندهم، شلون خاطبهم؟ اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال لأبيه وقومه. الحوار الأول مع أبيه كلمة قوم ما موجودة، الحوار بينه وبين أبوه، بس هذا الحوار بينه وبين أبيه والقوم، واضح مولانا؟ يعني بالملأ العام بالجمع. أخواني قبل لا نبدأ تعالوا قدام، لأن راح تضايقون بعدين الأخوة يضايقون بالدخل هناكم مولانا. مجال جزاكم الله خير، رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. الله صل على محمد، جزاكم الله خير. تعالوا قدام أخواني، فتحوا المجال أخوانكم، جزاكم الله خير، البارحة ضايقوا. صل على محمد وآل محمد. الثالثة بأعلى أصواتكم. اسمع الآية مولاي، اسمعها حبيبي ونأخذ دروس منها. بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال لأبيه وقومه، ياهو قال إبراهيم، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ عبر عن الآلهة والأصنام بمن؟ بالتماثيل. هذا توهين لهم، استصغار بآلهتهم. التمثال خذ عرف شنو؟ تمثال مجسمة يعني. هذا استصغار، ما سماها الآلهة، سماها شنو؟ تماثيل. عاكفون هي حالة من الإكرام والتعظيم، يجي من الآلهة ويذم نفسه مولانا، حالة عكوف يصير عبادة. اسمع اسمع، البارحة ذكرت لك أنا أكو ناس ناكرين التقليد، تذكرون البارحة أكو ناس نكروا التقليد، وذكرنا فيما مضى الليلة الماضية أن التقليد نوعين، تقليد صحيح وتقليد باطل. التقليد الصحيح ذكرناه البارحة صح ولا لا؟ زين، ذكرنا آيتين. التقليد الباطل، هذا التقليد الباطل، هذا التقليد تقليد شنو؟ باطل. شنو التقليد مولانا؟ التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدون. تقليد لو مو تقليد، هذا تقليد شنو؟ باطل، تقليد باطل. هذا مو تقليد من الأعلم اللي ذكرنا البارحة، إحنا مو تقليد من أهل العلم اللي فسألوا أهل الذكر، واضح مولانا العزيز؟ زين، هذا تقليد باطل. بعد ماكو جواب لما قلهم هذه التماثيل ليش تعبدونها، هاي المجسمة ليش تعبدونها، ماكو جواب، ماكو أدلة. الجواب المختصر والمقنع لهم شنو مولانا؟ وجدنا آباءنا لها عابدون. واضح حبيبي؟ اسمع التكملة، واتل عليهم نبأ، هذه سورة الأنبياء، هاي سورة الشعراء، انتقل أنا مجمعها من القرآن من السور. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. زين، عبادة. قال، شوف الأدلة، شوف الأدلة إيش قد بسيطة. قال هل يسمعونكم إذ تدعون، إذا تدعونهم أصيحوا لهم يسمعونكم زين، أو ينفعونكم أو يضرون. هذه حيل يربط يسمع. شوف شنو الجواب، ماكو جواب. شنو الجواب؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذا جواب باطل، هذا تقليد باطل. قال اسمع، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. شنو هاي عبادة باطلة؟ قاعد أقرأها سريعة بدي أوصل للمضمون، ترى وايد بحث طويل، خاف يصير منه محاضرة ثالثة.
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يا هو رب العالمين، ربك منه؟ لما قال رب العالمين ربك منه سألوه، قال الذي خلقني فهو يهدين. إذن الخالق والهادي هو الله مو الأصنام. الذي خلقني خالق فهو يهدين، واحد. والذي هو يطعمني ويسقين. ليش قال والذي هو؟ ما قال الذي يطعمني ويسقين، ليش جاب كلمة هو؟ هاي هو زائدة، هاي الزائدة تفيد التأكيد. قال البقية ما بهن، ذكرنا البقية مو للتأكيد، هذا للتأكيد. والذي هو يطعمني ويسقين، ليش جاب هو؟ لأن بعض الناس لما تسأله ناكر لله سبحانه وتعالى، من الذي يطعمك؟ يقول لك أبوي. من الذي يسقيك؟ يقول لك أبوي أو أنا. مثل ما قارون يقول أوتيته على علم عندي، هذا المال والطعام والرزق هذا منين؟ من عنده، مو من الله، أنا تعبت عليه. اسمع هذه، والذي هو تأكيد يطعمني ويسقين. هذا في يوم من الأيام أكو واحد، هذا الرجل إبراهيم ابن الأدهم، هذا طالع إلى مكان بالصحراء بالبادية مع قافلة. اسمع هاي حلوة، طالع مع قافلة، فتدرخوا ماكو بعد هناك نزل، نزل يعني شلون أقول لك، هذا بالطريق ينزلون يرتاحون، فاستراحة يعني. فهذا الرجل صار عنده حاجة، أراد أن يقضي حاجته، فطلع، طلع خلف ربوة علوة. لما صعد الربو نزل شاف له صبي، شاف له صبي صغير، قال له يا صبي ما أنت صانع إلى أين؟ شو تسوي هنا؟ شو تسوي؟ قال له أذهب إلى حج بيت الله الحرام. بعد طفل جاهل، ياهل يعني، قال له أذهب إلى بيت الله الحرام. قال له أنت صبي صغير، لا فرض ولا سنة عليك، الفرض يعني ماكو واجب ولا سنة، حتى استحباب ما عليك، أنت بعدك طفل. قال له يا شيخ هل رأيت أطفالا بسني ماتوا؟ قال له نعم ماتوا أموات. قال له خلص وأنا أموت، وأنا أحضر وأهيئ نفسي علماً إلى ما بعد الموت. هذا تعجب على إجابة الطفل. زين، قال له أين الزاد والراحلة؟ أنت شو أكل ما عندك؟ أكل زاد ما عندك، راحلة ما عندك. قال له اسمع، اسمع الجواب، قال له زادي تقواي. إن خير الزاد، شوف هذا اللي عنده إيمان، هذا هيك الحكي الحلو. قال له زادي تقواي وراحلتي رجلاي وقصدي مولاي. أنا أروح إلى الله سبحانه وتعالى. قال له لا تستطيع السير بلا طعام، هل تحمل معك طعاما؟ اسمع الجواب الأكبر من ذاك، هذا صبي. قال له أنت شيل وياك أكل تأكل بالطريق؟ قال له يا شيخ هل رأيت نفسك إذا دعيت إلى أحد تحمل طعامك من البيت معك؟ ليعزمك، هو عازمك، تأخذ أكلك وياك؟ ما يقبل. قال له والحل؟ قال له الحل الذي دعاني هو يطعمني ويسقين. الذي دعاني هو يطعمني ويسقين وهو الله جل جلاله. خلاص. فإذا الآية شو تقول مولانا؟ اسمع، قال اسمع، اتوجه للآية، الذي خلقني فهو يهدين، هاي صفات الله سبحانه وتعالى. بعد والذي هو يطعمني ويسقين. بعد مولاي، وإذا مرضت. شوف شوف، اسمع اسمع، ما سند المرض إلى الله؟ سند المرض إلى، قال إذا مرضت، ما قال أمرضني، ما قال أمرضني، مو الله، لا، إذا أنا تمرضت. هذا ليش؟ من باب التأدب، من باب التأدب. قال خلقني، نسبها إلى الله، فهو يهدين. والذي هو يطعمني، نسبها إلى الله، ويسقين، نسبها إلى الله. بعد وإذا مرضت، قال أنا أتمرض مو الله يمرضني. ليش سوى هيك مولانا؟ قال تغيرت الصيغة، من باب التأدب مع الله. وإذا مرضت فهو يشفين، هذا الطبيب أو الإمام المعصوم أو الحسين مثلا نطرق بابه، هؤلاء شنو مولانا؟ وسيلة، وسيلة، وسائط، وإلا الشفاء منين؟ من الله سبحانه وتعالى. ولهذا المرض هو من الله، والشفاء منين؟ من الله سبحانه وتعالى.
هذا المريض إذا تمرض الإنسان مرانا هي ثلاث حالات: إما أن يكون كفارة للذنوب المرض، وإما أن يكون علوا للدرجات، وإما أن يكون معرفة للنعمة، معرفة للنعمة ولله. إخواني ترى ما حد يعرف قيمة النعمة إلا إذا فقدها، صح ولا لا؟ هاي الصحة والعافية ما حد يعرف قدرها إلا إذا فقدها. إذا فقد الصحة بعدين ترجع للصحة يعرف شنو ورانا. هذا أتخطر. إحنا لما كنت في إيران قبل محرم رحنا إلى أحد المرضى عيادة، فمن طبيت عليه رجال يونون من نوع اللي يون هواي بألم خطية مريض، فمن الناس اللي قاعدين من جماعته ما أدري ابنه أو أخوه ما أدري، قال لي شيخنا قل له حكاية بس شوي يهدأ هذا الرجل من شدة المرض متأذي زين. فأنا قلت له كلمة أجت على بالي حكيتها على رسلي على الله حكيتها والله، لكن خذت أثرها. قلت له مولانا أنت ترى ماكو أحد، أنت مو حتى أنتم مولانا حتى أنا لا نتوقع أنه إحنا منذ الولادة لحد الموت كنظر صاحين سالمين، ماكو واحد بالعالم من الولادة حتى الموت يتوقع أن شو يصير يكون ما يتمرض صاحي، ما يصير. هاي الدار دار بلاء وابتلاء، فاهم مولانا؟ الله يبليك بالفقر، الله يبليك بالمرض، الله يبليك بعدة بلاءات، هاي بلاء دار بلاء وابتلاء. فلا تتوقع أنت من الله سبحانه وتعالى يصير عمرك 40 سنة وأنت قوة أبو 20 سنة، يصير عمرك 50 سنة قوة لا 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 لا, لا توقع هذا الشيء. فإذا أجى المرض إليك لا تتعجب، لا تتعجب خلاص. ها هذا مولانا المرض إما كفارة وإما علوم للدرجات وإما أن تعرف قدر النعمة التي كانت عندك. ولا مولاي شوف أكو رواية أنا كاتبها رواية جدا جميلة، نعم بس الرواية اسمعها جدا جميلة للناس اللي يشكون من المرض سنين. قال رسول الله، اسمع، صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله، قال رسول الله، قال الله. الحديث حديث شنو؟ قدسي. تعرفون حديث قدسي شنو؟ الحديث القدسي هو قول الله الذي لا يوجد وين؟ في القرآن، مو بالقرآن. إذا بالقرآن خو هذا القرآن بعد، إذا لا قول الله خاطب الله رسول الله مباشرة حشوية، هذا حديث قدسي. إيش قال الله؟ قال من مرض ثلاثا عن كم يوم؟ ثلاثة أيام. اسمعون يا إخواني، عند مريض الله شافي كل مريض إن شاء الله، واللي هو مريض الله يشافي إن شاء الله زين. اسمع هذه: من مرض ثلاثا فلم يشكو إلى أحد من عواده. يعودون ناس يزورون ما يشكي لهم، ما يظل يدردم ليش تمرضت وليش كذا وأنا إيش ما يدردم. شو يقول الله؟ يقول أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، فإن عافيته، إذا شافيته عافيته ولا ذنب له. اسمع الكلام حلو مولانا، فإن لأن حتى المرض نعمة، حتى المرض رحمة، فإن عافيته عافيته ولا ذنب له بعد، وإن قبضته، إذا بالمرض مات قبضته إلى رحمتي وأنا أرحم الراحمين. والله مولانا فالمرض نعمة لو مو نعمة؟ نعمة مولاي، ها؟ لكن الإنسان لابد أن يصبر ويشكر. زين خلينا نكمل: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، الإماتة والإحياء بيد الله، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ها قالهم هذا الكلام، هذا الحوار حوار شنو مولانا؟ لفظي لو عملي صار وياهم حوار لفظي، قنعوا لو ما قنعوا؟ ما قنعوا، ظلوا على كفرهم، ظلوا على نهجهم، ظلوا على مولانا ذنبهم وعبادة الأصنام والشيطان. ايش سوى؟ سوى لهم حوار عملي، الحوار اللفظي ما فات، سوى لهم حوار شنو؟ عملي. شنو الحوار العملي؟ عافية، هذا عندهم يوم من الأيام يوم عيد عندهم، بس لما نلحق نخلصها هذه راح اشلع قلبكم يوم ثالث. أنا ما حبيت أخلصها بسرعة يعني، بس ما صار سبحان الله، لأن اليوم ليلة العليلة والمصيبة طويلة زين. فسوى مولانا عملية، مولانا سواها عملا طبقها. عندهم يوم عيد، يطلعون الكل، يخرجوا الكل تطلع من بيوتهم يوم عيد. شلون هسه الجماعة في إيران عندهم يوم يسمونه سيزدا بدر، هذا سيزدا بدر
يطلعون في أحضان الطبيعة، يطلعون أغلب الناس تطلع 90% يطلعون، حتى المكسرة يطلعون ولانا، بس كون يقعد حتى لو أكو حديقة منتزهة بالباب هم يطلع بالباب يقعد ويرجع. هذا لأن أنا ساكن في إيران أدري، واضح مولانا؟ فكون يطلع ليش؟ يقول لك أنا أروح أطرد الشيطان بخروجي، يسمونه السيزدان 13 بدر يعني الطرد، زين؟ أنا أروح أطرد الشيطان وأرجع، واضح حبيبي؟ فالشاهد مولانا العزيز هذا عندهم يوم يطلعون إلى خارج البلد، كلهم يطلعون. فصار اتفاق ذاك اليوم طلعوا، الكل خرجوا، كلهم نمرود وجماعته وطقته كلها طلعت. يا ما طلع إبراهيم، ليش؟ كان سقيم، سقيم يعني شنو؟ مريض، والمرض كان خفيف ما كان ثقيل، يعني يستطيع القيام، زين؟ طلعوا الجماعة، لما طلعوا وين راح؟ طب عند الأصنام بالمعبد، المعبد الكبير، اسمع جدا حلوة هاي مولاي، جدا حلوة، دخل، من دخل اسمع ايش قال؟ يقول فتولوا عنهم مدبرين، وطلعوا، زين؟ هو خذاله فأس، خذاله طبر فأس، فراغ إلى آلهتهم، مو محترق قلبه، راح للأكل، ايش قالهم؟ فقال ألا تأكلون؟ هاي دلالة على أنه هو ما جايب أكل وياه لهم، هو من قبل شنو أكو؟ أكو أكل، قال لهم تعالوا أكلوا، هاي من حقة قلبه حكاها، مو أنه هو يعرف أنه هذا لا تحلوا لا تربط هاي أصنام، زين؟ فايش قالهم؟ قالهم فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ يحشوا يحشوا وياهم، ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا بمن؟ باليمين، كسرها كسرها، سوى بها مولاي، يجيب الطعام قدامه يخليه يقول له كل وانطق، ما ياكل ولا يحكي، بتر مولانا ضربه، لو يكسر راسه لو يقطع ايديه ورجليه لو على مكسر. اسمع الايه، هاي الايه اللي قرأتها في سوره الصافات، الايات اللي بعدها نقرا في سوره الانبياء، قال ايش قال؟ فجعلهم جذاذا، يعني قطعا قطعا، الا كبيرا لهم، بس الكبير، لعلهم إليه يرجعون. جاب الفاس وعلقه، علقه برقبة الكبير، علقه، لأن أكيد هذول من يجون يشوفون الجماعة مكسرة، يقول أكيد الكبير غضب عليها فكسرها، أكيد وين يرجعون؟ يرجعون للكبير. فخلى الفاس وين؟ هذا حوار عملي، ذاك حوار كان شنو؟ لفظي، هذا حوار عملي سوياهم، زين؟ رجعوا رجعوا شافوا الجماعة مكسرة كلها، الأصنام هشمة، لا إيدين لا رجلين لا روس، زين؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. يا وسوى بها، اسمع، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكر ماذا؟ الأصنام الآلهة، يقال له إبراهيم. وين يذكرهم؟ في الحوار الأول، ها؟ في الحوار اللفظي كان يذكرهم، فقالوا قالوا سمعناه ولد اسمه إبراهيم يذكر الأصنام بسوء ويحاورنا على الأصنام في الحوار الأول، فأكيد هو. اسمع، قالوا فأتوا به على أعين الناس، قدام الناس كلها لعلهم يشهدون. جابوا، قالوا، اسمع عيوني، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت كسرتها؟ أسئلك رد علي، هو كسرها؟ إيه شو معناته؟ ما تجاوبون؟ وشاياك أبوي كسرها مولا؟ أبوي من اللي كسرها؟ إبراهيم؟ خلاص اللي كسرها إبراهيم، زين، إذا سألوه أنت كسرتك وش يقول؟ يقول إي أنا كسرتك، وما يصير يكذب بعد، هو نبي من الأنبياء مولانا، والنبي معصوم. اسمع، قالوا له قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ شنو الجواب؟ قال بل فعله كبيرهم، كبيرهم كسره، ما قال أنا. ليش ما قال أنا؟ هسه أنا شوي ما يطني قلب أحكيها، البعض ينقل رواية من بعيد، زين، يقولون إبراهيم كذبة في حياته 3 مرات، واحدة من عندنا هذه، هذه الرواية عندنا غير مقبولة 100%، كل الشيعة ما يقبلونها. ليش؟ لأنه معصوم والمعصوم لا يكذب، زين. ليش قال بل فعله كبيرهم؟ أكو بها دليلين، الدليل الأول من باب الاستدلال، راد يستدل، راد يفحمهم بكلامهم،
يلزم عليهم الحجة، واضح مولانا؟ والدليل الثاني قال لا، إنما فعلها كبيرهم مولانا، فعله كبيرهم بشرط، خلي بيها شرط، هذا جواب مع الشرط. شنو الشرط مولانا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إذا نطق حجة كبير فهو مكسرها، عصب عليهم مولانا وخذ الفاس وكسرها، زين؟ إذا حجة، إذا ما حجة هو ما حد بديره، بس أنا أكيد أنا مكسرها أنا، ها؟ هذا الدليل عليهم. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم، شافوا ماكو شلون يسألونه، فقالوا إنكم أنتم الظالمون، اعترفوا بأنهم شنو؟ ظلموا أنفسهم. قالوا له هذا لا يسمع ولا يرى، لا يرى ولا يسمع، لا يضر ولا ينفع، هذا لا يحل ولا يربط، شلون يسألنه ويحشي؟ ها؟ ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. نزلوا رؤوسهم، قالوا له أنت تدري هذول شنو؟ ما يحشون، ليش تسألهم؟ إيش قال؟ شوف هذا استدلال عملي. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم، أفل لكم يعني تبا لكم، زين؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ أنتم عقل ما عندكم؟ قالوا لي بين عليك أنت مو خوش آدمي يا إبراهيم، أضرموا نارا، أضرموا نارا وضعوه في المنجنيق وشمروه، زين؟ طبعا ما كملتها، إذا صار باش، إذا ما صار غير وقت بعد، زين؟ خاطر لا يصير البحث ممل، زين؟ الأدعية، أدعية إبراهيم جدا مهمة، أنا كل حكي لأدعية إبراهيم لأن ترتبط بآل البيت سلام الله عليهم، للأسف الوقت ما يسمح لنا، زين؟ خلوه بالمنجنيق وشمروه، هو بالهواء قاعد يطيح جاي إلى النار، نزل عليه جبرائيل، يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال له بلى، قال له أطلب حاجتك من الله، قال له الله أعلم بحالي بعد، شو أنا نشمر بالنار بعد ما أحتاج، قال له قاعد نشمر بالنار ونجيني، زين؟ الله أعلم بحالي. نزل إلى النار، شنو الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، برد وسلام، مو بس باردة إذن يموت من البرد، قال وسلام السلمينة، زين؟ بردا وسلاما، صار في النار، في وسط النار تبدلت النار إلى ريعان، ريعان ولا بساتين وحدائق ورد وبستان، تبدلت النار. هذه رواية يقول أنه كما أن الأنبياء من قبل توسلوا بالأئمة الأطهار، هنا إبراهيم أيضا دعا الله بالأسماء الطاهرة، يا أسماء الطاهرة، قال يا محمود بحق محمد، ويا علي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. دعا الله بهذه الأسماء الخمسة ببداهة الحال، كل نبي لما يصل إلى الاسم الأخير تترقرق عيناه بالدموع، يبدأ بالبكاء. آدم عليه السلام فتلقى آدم من ربه كلمات، إبراهيم هنا، موسى وكذا، بقية الأنبياء حتى ذي القرنين اللي ذكرناه في السنة الماضية. أيضا لما وصل إلى اسم الحسين، وحتى نوح وصل إلى اسم الحسين بكى، ما لهذا الاسم يبكينا؟ ومو بس يبكي الأنبياء، يبكي شيعة الحسين، شيعة الحسين بمجرد ذكر الحسين عليه السلام، اللي شي يقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول شيعتنا إذا ذكر الحسين دمعت عينه لو عينه تدمع أو خشع قلبه. اللي عينه تدمع بالعافية عليه، واللي عينه ما تدمع أكيد قلبه يخشع على الحسين عليه السلام، لأن مصائب الحسين جمة، ونحن نعلم على أن الغريب يكون بعيد عن وطنه، الغريب يصير بعيد عن وطنه، لكن هالليل احنا عندنا غريب في وطنه. شباب طفوا للضوء، ومصيبته مصيبة حزينة، وإذا عندك حاجة انطق بابها بعد، هي باب الحوائج. هذه فاطمة بنت الحسين، فاطمة بنت الحسين عليلة مريضة، الحسين أخرج العيال بأجمعها، كل العيال كلهم طلعهم، حتى رقية، حتى سكينة، وحتى الرضيع صغير، هنا كان صغير الرضيع، طلعوا البعض بقى في المدينة،
أم البنين بقت، أم سلمة بقت، من جملتهم فاطمة العليلة بقت عليلة. حرك الظعن، حرك الظعن، اجت لأبيها: أبا يا حسين خذوني معكم، اخذوني حالي حال أختي رقية، أخي الرضيع، أخواتي، خواني. قال: بني أنت عليلة، أنت عليلة ولا تستطيعين السير، سأبعث إليك عمك العباس أو أخاك علي الأكبر إن شاء الله، إن شاء الله. قال: إن شاء الله. حرك الظعن، حرك الظعن وتبكي هي، ركضت بالليل طلعوا وراء أبوها: أبا حسين قفوا لي هنيئة. وقف الظعن، لما وقف الظعن التفت الحسين وإذا بها فاطمة العليلة: ماذا تريدين بني؟ قل لي: يا أبويا حسين وياكم اخذوني. بالعافية عليك والله أنت عازي واسها. يا أبويا حسين وياكم اخذوني، وحدي بهالوطن لا تخلوني. الأبيات حزينة والله. اخذوني خدامة وياكم، اخذوني اخذوني وياكم اسرج الخيل، ولم مضعونكم لو تشلشل الليل. الله يقول: اجى اجى اجى. نزل الحسين مسح على رأسها. قلها: بويا يا فاطم لا تخافي، أنا وصيت مو واحد اثنين، عمك محمد وام البنين وصيتهم عليك. لما سمعت كلام أبيها: أي سات من سمعت كلامي، وصاحت مودع بالسلام. راد يروح الظعن، ركضت مرة ثانية وراء أبوها، قال لك: لأب هذا البيت يجرح القلب، هذا أول مرة أقرأ البيت هذا. قال لك: لأب يا حسين خليني في حجرك وامسح على رأسك الأيتام. يقول: جلست في حجر أبيها، أخذت بالبكاء. شو قال لها؟ تقول له: أبويا أنا ما أعترض عليك، لكن أنا قلبي صغير صغير. تقول له: أبويا أنا عندي قلب ما يحمل فراق، أنا عندي قلب ما يحمل فراق، ولشافت الغياب مشتاق. الله ودعها الحسين سلام الله عليها. ما علمتني على البواكي، يا مدلول يا بالحسب زاكي، زاكي الذار لأبو هيبة البنات. الله لأبو هذا ودعت، تحست باليوت مولاها. حرك الظعن، رجعت فاطمة العليلة إلى الدار. ولا أويلي أويلي تنتظر مولاي، لا أهل لا أخوان لا أحباب لا أبو، لا ماكو أي أحد. كتبت كتاب تنتظر أهلها، هسه أهلي يجون بعد يوم بعد يومينها. وقفت على قارعة الطريق، مر عليها أعرابي: إلى أين أيها الأعرابي؟ أذهب إلى الكوفة. قالت: أنا عندي كتاب. تأخذه إلى كربلاء إلى والد الحسين. أخذ الكتاب يحمله حتى وصل إلى كربلاء. آخر لحظة للحسين، بقى الحسين وحيد فريد، حتى الرضيع مذبوح مولاي. أعطى الكتاب إلى الحسين، فض الكتاب أبو عبد الله، نظر إلى الكتاب وإذا به ضج بالبكاء. أخذ الكتاب إلى النساء، إلى زينب: ما هذا الكتاب؟ قالها: نستنا نستنا، نسينا غلعليلة وما نستنا. اي والله. اعطاها الكتاب. ايش مكتوب بالكتاب مولانا؟ هاي عليلة قلبها عند اهلها، والحسين في حال حربها. ماذا كتب في الكتاب؟ والله تذكر يا
فاطمة يا حسين يا بيت. أقول يا مولاي حاضر قلبك الولاء. يا بيا بيت شمخذ الطفيل عنني يا هي ابويا لا صديج ولا قرابة يجي من بعدك ويوقف على الباب. لكن رجعت السبايا إلى المدينة، رجعت السبايا، لا حسين لا عباس لا علي الأكبر، ماكو أخوان. دخلت زينب الحوراء، الحادي قبل لا يدخل الناعي دخل، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. طلعت العليلة شافت الناعي، اسمع ما باكي هنا يبكيها، شافت الناعي قالت لأيها الناعي ما الخبر؟ قالها الخبر عند قبر رسول الله. قالت أنا عليلة لا أستطيع السير، من أنت؟ قالت أنا بنت الرسالة، يعرفوني يعرفوني أبوي حسين وأهل ضيعوني ضيعوني، راحوا للعراق وما لفوني. شاف هاي بنت الحسين ما أخبرها بأبيها، قال أهلك بالطريق جايين يا فاطمة، يقصد زينب والإمام السجاد مولاي. ها انفارق أهل، اسمع البيت هذا يجرح القلب. ها انفارق أهل مولاي وسمعت أهلها جايين، سوت خويا ركضات، أقولها لولا مولانا، ركضت فرشة دار أبوها ودار عمها. هذا الفاقد عزيز يعرف شلون الدار خالية، الفاقد ولد، الفاقد أبو، الفاقد أم، يعرف لما يدخل مكانهم. ها أنا ركضة يا 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 تركضة يا يا فرش الدار أبوها ودار عمها، يما عمها يا يا وظلت تنتظر جاية زلمها. فرحان العليلة وإذا بالباب يطرق، ركضت العليلة فتحت الباب، امرأة محدودبة الظهر نحيلة نحيفة معصبة الرأس، من أنت أمة الله؟ قالت أنا من بيتكم مان غريبة، مان غريبة، وأنا بعيني شفت أول مصيبة. من أنت؟ اسمع البيتها، صاحت صوت زينب من ورا الباب، جيتك فاقدة كل هل الأحباب. سمعت بأبيها ركضت إلى دار الحسين، تقل لأبويا أبويا الدار الأبويا ناس خيمة خيمة يفيع على أولاده وحريم. أبيات الدعاء، أنا محلى الأبو لو يقال بويا، ترحموا علي إذا تحت ترابها، محلى الأبو لو يقال بويا يا محلى الأخو لو صاح خوي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله، بعلي كربلاء زين العابدين يا الله. الطالب حاجة في هذا المجلس في غيره، اقضي حوائجهم بباب الحوائج أبي الفضل العباس يا الله. عجل في فرجي مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائذين تحت لوائه يا الله. وإلى أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف، رحم الله من يقرأ الفاتحة معطرة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
منزلا.